Hey everyone, welcome to another video. معكم محمد أمين الهجمي فيديو جديد. واليوم إن شاء الله غندير واحد الفيديو صغيرة اللي غادي نعطوها كوم ريبونس لا كيسيون ديال زهير بسلام واللي سولني على لوبجيكتيف دافوار لي زيبيسور دو بياس. دونك غادي نحاولوا أننا نجاوبوا على هذا السؤال الصغير بواحد الاكسبليكاسيون صغيرة وغادي نشوفوا كيفاش كندخلوا داك ليبيسور في ان لوجيسيال ديليمون فيني. دونك بقاو معايا من بعد الانترو. Supposons que on va travailler avec la pièce hadi ou li hiya le femelle ديال un hinge ou la kima tnqolou hna mise à grade ديال une liaison pivot. Donc غادي نحاولوا اننا نابليكو لي زيبيسور ديالها في ليليمون فيني و هذا هو الموديل اون ليليمون فيني. Donc غادي نبداو بعدا نديرو لاناليز دي زيبيسور باش نعرفوا لي بيسور اللي عندنا في هاد لا بيس حيت كما كتبان راه سي اون سول ايبيسور يعني زيد على لا بيس كامله. دونك غادي نجيو وغادي نكليكيو في وول تيكنس اناليزيس من بعد نختارو لا بيس ونديرو ران كتعطينا لي زيبيسور سويفونت لي ليبيسور اللي كاينه هنا هي 10 ملم. دونك غادي نخدمو بها 10 ملم نحاولو اننا ندخلو 10 ملم في لوجيسيال ديال la modélisation en éléments finis ou spécialement fait la pièce هذه. Donc il agit نشوفوا الموديل en éléments finis de la pièce يعني كيفاش كيخرج في الاول. غادي نجيو لعند property اللي هو هذا properties نكليكيو فيها باش نعرفوا ليبيسور اللي عندنا في هذه لا بيس هذه. نكليكيو في الموديل ديالنا مي غادي نجيو لعند تي نلقاو فيها 1 ملم زعما دير لنا ليبيسور اللي داخل هنا 1 ملم. وباش نتاكدوا اكثر غادي نجيو لعند هاد ليكون فيها كاليتي كراتيريا غنكليكيو فيها. من بعد كنديرو دراو شيل از سوليد تنكليكيو فيها ابلاي اوكي كتجي لنا لا بيس 3D. من بعد غادي نزوميو وغادي نحاولو نحسبو شحال عندنا في هاد ليبيسور غنكليكيو في ميزيور. من بعد غادي نختارو دو بوان فيها 1 ملم. كيفاش نقدرو ندخلو 10 ملم باس 1 ملم سي فاسيل. كنجيو لعند بي بروبرتيز تنكليكيو فيها تنختارو البي اي دي هذا كيتسمى بي اي دي يعني بروبرتي ايدنتيفيكيشن ايدنتيفيكيتور وغادي نكليكيو فيه بلس تي غنديرو فيها 10 اونتري. من بعد اون فوا كنخرجو من هاد لا فونيتر كتولي في ليبيسور 10. هادشي علاش كنختارو اولا كنخدمو بلاناليز دي زيبيسور و لوبجيكتيف باش نعرفو لي زيبيسور ديال اون بياس كيعاوننا باش كندخلو لا ماس ديال لا بياس يعني اليد ديال داك ليكواسيون ديال لا ماس فوليميك مع لو فوليم باش تعطينا لا ماس تخدمو بها و اللوجيسيال كيدير الكالكول كامل و كتعطينا لا ماس فينال ديال لا بياس. سي بور سا اون ا بوزوان ديال لي زيبيسور ديال لي بياس اللي تخدمو بهم اون موديل اون اليمون فيني اولا حتى في سي او. دونك كنختارو كنحتاجوهم باش من بعد نحسبوا لا ماس ديال لو برودوي ديالنا يعني واش غادي اوبيري مثلا في واحد البلاصه مزيان ولا ماشي مزيان كيخصنا نعرفوا لا ماس ديالو باش نعرفوا واش داك لونفيرونمون ديالو كون سيبورتابل او لا. دونك كنتمنى انني نكون جاوبت على لا كيسيون ديالك مسيو زهير. ما كرهتش انكم تكليكوا لايك واللي عنده شي كيسيون اخرى يسولني ولا كانت هذه اول مره كتشوفوني فيها ما كرهتش انكم تابوناو لاشين وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم واللي عنده شي كيسيون كيف ما كانت يسولني في لي كومونتير او يسولني باغ ايميل وغادي نكون فرحان اني نجاوبكم حيت دابا كاين الوقت العطله الصيفيه جايه وما كرهتش نستغلوها في شي حاجه اللي تفيدنا كاملين. شكرا بزاف على حسن المتابعه وشكرا زهير على السؤال ديالو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. باي باي.